هل ملقو. حضرتك مع الفكرة؟ لا، هما لا وعليهم عليه، ولكن هل حضرتك مع الطرح بأن قانون الأحوال الشخصية في ماشي، مسألة لكن الرؤية حضرتك والنفقة هو بيعبر، تحتاج عايز اقول لك لتعديل مثلا؟ هل حضرتك شايف أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى مراجعة أو إعادة نظر في بعض الأمور زي مسألة الحضانة مثلا؟ هو كلمة تعديل دي قليلة يعني. قليلة؟ مرة حضرتك شايف القانون محتاج إيه؟ لو يحتاج، مش يحتاج، ده محتاج يعني كلام كتير قوي يعني. لا لا لا، ده محتاج، هو عايز اقول لحضرتك معاناه الست في قوانين الاحوال الشخصيه تفوق معاناه الراجل او الاب كتير جدا وفوق ما تتخيل. هو بالرغم من الامتيازات والاستثناءات اللي رصها القانون، ولكن كلها في الاخر ما بتجيش بالساهل، ومعاناه ومعاناه يعني. هي بتضطر تخش في اروقه المحاكم يعني على الاقل في 13 قضيه في المحاكم الأسرة، وأكثر من 30 استئناف في محاكم استئناف الأسرة، وكل ده يعني ممكن يعني عشان تمكين مسكن زوجية أو يعني نفقة تقعد لها سنتين ثلاثة يعني. الطلاق هو بداية المشكلة. الطلاق هو بداية يعني، بيترتب على كده حضانة وولاية تعليمية وعلاج وأطفال صحيح. ورؤية ولذلك لو احنا قلنا مشكلة الرؤية، مشكلة الرؤية ما تجيش 10% من المشاكل الموجودة في الأحوال الشخصية. فلا شك ان الضرابه الموجوده يعني احنا كلنا يعني. فحضرتك شايف ان 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 قانون الاحوال الشخصيه في هذه الامور مش بس محتاج، يحتاج لتعديل، ده عايز ما هو اكتر من تعديل. طب السؤال يا فندم، ايه اللي بيتم في ده؟ يعني ايه اللي بيتم في سبيل يعني معالجه هذه الثغرات يعني؟ هو حضرتك مع يعني احنا كل ما حد بيحاول يجي ناحيه الملف ده ما اعرفش يعني. مثلا قبل كده احد النواب تقدم في مجلس الشعب الاسبق طبق مشروع قانون، وبعدين برضه اتعطل وراح الازهر، فالازهر قدم مشروع قانون، بعد كده مجلس القوم مظبوط المرئي قدم مشروع قانون، والحكومه راحت قدمت مشروع قانون. لا عظيم. ده مشي ولا ده مشي ولا ده مشي. السؤال فهل المشكله في ان المشروعات اللي بتطلع دي ما بتحققش الطموح والامل في ان احنا نوصل لقانون يحقق ما تتمناه الاسره في مصر؟ هل يعني انا اعتقد ان سبب ان القوانين دي ما نجحتش، سواء قدمت الحكومه، انها فعلا ما قدرتش توصل للمستوى المناسب. يعني اذا كان الحكومه نفسها هي اللي مقدمه مشروع قانون يعني. لان اللي عمله الازهر كان بفكر ديني، واللي عمله المجلس القومي للمرأة يعني طبعا يعني بيحقق امتيازات مش يعني للسيدات، اللي انما عمل عايزين الحكومة. قانون متوازن للاسره ولمصلحه الاطفال يعني، مش بالظبط للاب او العمل. الام ولكن لمصلحه الاطفال يعني. العمل الحكومه خد كوكتيل يعني، عمل خد من ده وخد من ده وخد من يعني ده. حضرتك بتصف قانون الاحوال الشخصيه او مشروع قانون الاحوال الشخصيه اللي كان مقدم الحكومه بانه متوازن يعني؟ مش هيحقق، لا مش هيحقق المطلوب، ولا لان في ثغرات كتير، ولو يعني هو في ثغرات كتير، ثغرات كتير قوي فيها نقاط اساسيه زي الطلاق الشفوي، وزي مشكلة الرؤية، وزي مشكلة الولاية التعليمية، زي مشكلة الزواج وأهلية الزواج، معرفش يعالجها صح. فحضرتك احنا نتمنى ان يكون ان احنا نشوف مشروع قانون يحقق طموح الأسرة المصرية في مصر، يحقق استقرارها. لأن حضرتك هو ايه المجتمع؟ مجموعة من الأسر طبعا يعني. هو لما يكون عندي حضرتك، انت حضرتك بتقول مئات الآلاف من السيدات، لا هم ملايين حضرتك، ملايين. انا ما يعني ما بلاش يعني، خلينا واقعيين يعني. انا عارف كلامي ممكن يزعل، لكن لا احنا بنتكلم بصراحه سيادتك يعني، رئيس محكمه الاسره يعني. نتمنى ان يكون في توجيه بين احنا نعمل لجنه، يعني مش عايز اقول لجنه تنبثق على اللجنه، لجنه فعليه تشتغل تقعد 3 4 شهور، زي مثلا لجنه 50 اللي عملت الدستور، مظبوط، الاحوال الشخصيه لا يقل صحيح. اهميه عن الدستور أكيد. حضرتك الأسرة دي يعني نواة المجتمع يا فندم، أيوة، لو صلحت المجتمع يعني كله هيصلح يعني. أسرة حضرتك وأسرة كل أسرة المصريين كلهم. أكيد. إن ما كناش نحافظ عليها، نحافظ على إيه؟ أكيد. أنا بشكر سيادتك يا فندم، شكرا جزيلا. سيادة المستشار عبد الله الباجي، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة، على هذا الكلام المهم، إن قانون الأحوال الشخصية مش بس يحتاج إلى تعديلات، ولكن إلى ما أبعد من التعديلات، أو ما هو أبعد من التعديلات. فشكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا.